السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. اليوم سنتحدث عن شيء مهم جدا، قاعدة من القواعد التي أؤمن بها وأتبعها في حياتي وفي طرقي في التجارة. قاعدة اسمها Money is not limited، لا يوجد محدودية للأموال. سبحان الله، أحيانا تريد أن تدخل في عمل فربحك مثلا قل $1,000، فبدل من أن تربح $1,000 اربح أنت $1,000 واجعل صديقك يربح $1,000. معنى ذلك يعني إذا أنت مثلا معك مشروع أو فكرة وتريد أن تبدأها، طبعا الفكرة هذه ليست فكرة جديدة، فكرة قديمة، الجميع معه هذه الفكرة، ممكن أن تربح أنت وحدك $1,000، وممكن أن تعطي الفكرة أيضا لصديقك وتخليه يربح $1,000. البعض يظن، وهذا شيء مغبوض أيضا في الإسلام الذي هو الحسد، البعض يظن إن إذا أنا ربحت $1,000 وصديق اللي هو في ولاية أخرى وفي مدينة أخرى ربح $1,000، هذا يقتضي إنه سيأخذ من حق $1,000. لا، المال ليس له محدودية. إذا أنا ربحت $1,000 وأنت ربحت $1,000 وجميعنا ربحنا دولارات، هل في هنا مشكلة؟ لا، البعض فيهم مرض وعقدة في قلوبهم وفي المايندسيت عقليتهم، يظن إذا فلان الفلاني ربح أموالا أو صار غنيا هذا يقتضي أنه هو سيصل إلى الفقر. تجد البعض تجار كبار معهم أموال تكفيهم وتكفي أسرهم وتكفي أولادهم وأولاد أولادهم، ومع هذا يحاربون أولئك الأشخاص الذين يربحون أموال، والسبب لا يؤمنون بقاعدة أن الأموال ليس لها محدودية. أنا ممكن أربح وأنت تربح والجميع يربح، هل في مشكلة إذا فلان غني والثاني غني وأنت غني؟ لا، البعض يظن كما قلت أن الآخر إذا ربح وكأنه أخذ من مالك، وهذه قاعدة خاطئة جدا في موضوع التجارة. أنا أؤمن أن المال ليس له محدودية، وأنني إذا صرت غنيا وأصدقائي صاروا أغنياء لن يضر هذا في مالي شيئا. جميع يعني أصدقائي الذين هم حولي يعرفون هذا، يعني في حالة لدي فكرة مشروع أو بيزنس دائما ممكن أربح وحدي 100%، لكن أقول في نفسي خذ صديقك معك واربح أنت هو، هل في هناك مشكلة؟ لا مشكلة. سيأتي يوم من الأيام، وضاح في بالك، سيأتي يوم من الأيام وصديقك هذا معاه مشروع آخر، معاه مبلغ أو معاه فكرة، ويريد ويبحث عن شخص المناسب يدخل معه وسيختارك. هنا ستكون أنت أعطيته الجميل وهو رد الجميل، وهكذا لينتشر الجميل بين الجميع ويصير الجميع أغنياء ولديهم مصادر دخل. هذا ما أحببت أن أشرحه لكم، أستفيد منه وتستفيدون منه. ضعها في بالك، المال ليس له محدودية. هذا ما أحببت أن أشاركه معكم. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.